السلام عليكم جميعا. الرياضة منافسة قوية بين المحترفين الحقيقيين. قبل كل مباراة أو سباق يستعد الرياضيون جيدا لفعل أي شيء من أجل تحقيق الفوز، ولكن هذا لا يعني أن الرياضة صراع دائم بين المنافسين. هناك دائما مجال للإنسانية واحترام الخصم وردود الأفعال اللطيفة. في هذا المقطع يمكنك رؤية الرياضيين المفضلين لديك وكذلك المنافسين الذين لا تعرفهم بأعين جديدة. خلال مباراة بين دنيبر ودينامو كييف، قائد دينامو كييف ينجو من الموت بفضل لاعب دنيبرو، حيث نجا قائد دينامو كييف أوليف كوزيف من الموت بعدما كان على وشك ابتلاع لسانه في مباراة في الدوري الأوكراني مع فريق دنيبرو، وسقط كوزيف مغشيا عليه على أرض الميدان بعد تصادم قوي مع حارس دنيبرو، وعلى الفور اتجه اللاعب الخصم وعمل على إخراج لسانه واستعاد كوزيف وعيه، ليتدخل بعدها رجال الإسعاف الذين نقلوا اللاعب خارج الملعب، واستحق كان كافا تحية الجماهير المتواجدة في الملعب فور استفاقة قائد دينامو كييف. في بعض الأحيان يمكن رؤية الدعم البشري في أكثر اللحظات غير المتوقعة، ومن بين أكثر الأشخاص غير المتوقعين سجل اللاعب في الفريق الوطني الأوروغواني كافاني هدفين ضد البرتغال، وساعد هذا الفريق للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم. ومع ذلك لم يستطع كافاني إنهاء المباراة بسبب إصابة واضطر إلى مغادرة الملعب، وكان إيدنسون يعرج نحو مقاعد البدلاء عندما ساعده لاعب آخر ليس من زملائه في الفريق ولكن من الفريق المنافس وهو كريستيانو رونالدو، حيث أعطى اللاعب المصاب كتفه حتى خرج بعناية من الملعب. وعلى الرغم من خسارة البرتغال بهدفين مقابل هدف أمام أوروغواي، فقد نال رونالدو الاحترام بسبب هذه البادرة. جاك سوك بطل التنس الأولمبي الأمريكي الحاصل على لقب جراند سلام من قبل، إنه محترف مدهش، قائمة الألقاب الخاصة به مثيرة للإعجاب، ولكن بصرف النظر عن هذا فإنه رجل جيد وهناك الكثير من الأدلة على ذلك. على سبيل المثال في كأس هوبمان، بعد ضربة قوية من قبل فريستيانو لوبيز ذهبت الكرة بعيدا وأصابت المرأة في رأسها، إنها مؤلمة بشدة، حيث يبدو أنه ضرب الكرة بسرعة 204 كيلومترات في الساعة. يبدو أن جاك كان يشعر بقلق بالغ بشأن صحة المرأة، اقترب منها وفرك رأسها بلطف ثم قام بتقبيل المكان الذي تم ضرب الكرة فيه. ربما كان هناك نوع من الطقوس الرياضية الخاصة لتخفيف الألم. على أي حال، على ما يبدو أن لوبيز هو الوحيد الذي لم يفهم تماما ما كان يحدث في الجانب الآخر. لاعب الهوكي اللطيف غوردن توتو كان في طريقه إلى غرفة خلع الملابس عندما لاحظ أن الفتى يمد يده ليصافحه. كان من الممكن أن يلمس يد المشجع الصغير، وهذا من شأنه جعله سعيدا، ولكنه قرر أن يذهب أبعد من ذلك بقليل، حيث جعل هذا الولد في ذلك اليوم سعيدا للغاية، أو ربما أعطاه أفضل ذكرى في حياته بتسليمه عصا الهوكي الخاصة به. هل سبق لك أن رأيت أحدا متحمسا لهذه الدرجة؟ في وقت لاحق تبين أن اسم الصبي كان كامدن سميث، وذهب إلى أول مباراة للهوكي عندما كان لديه 4 أشهر. في عام 2014 عندما تلقى كامدن العصا كان حوالي في 6 من عمره، لذلك كان الصبي من مشجع الهوكي طوال حياته. لا عجب أنه كان بسعادة غامرة. على الرغم من إنجازاته الرياضية العظيمة، لم يسجل ديريك ريدموند في تاريخ الرياضة العالمية كرياضي لامع، لكنه أصبح رمزا للإرادة الحديدية. لقد كان في حالة جيدة في دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة، حيث أظهر ريدمان أفضل ما لديه في الجولة الأولى وفاز في الدور ربع النهائي. وفي الدور نصف النهائي بدأ الرياضي بشكل جيد، ولكن فجأة حدث له تمزق في أوتار الركبة، فقد جعله الألم الشديد يتوقف ويجلس على الأرض، واقترب المسعفون منه، لكن ريدموند قرر أنه يريد إنهاء السباق بغض النظر عما يتطلبه الأمر من القفز وأن يعرج بصعوبة حتى يصل لخط النهاية.
لاحظ الجميع وجهه المليئة بالألم، وانضم إليه بعد ذلك والده جيم ريدموند الذي اخترق الأمن رغم كل القواعد وتوجه نحو ابنه. وقد أنهى جيم وديريك المسار حيث أسند ديريك على كتف والده عندما عبروا خط النهاية. استقبلهم حشد من 65 ألف متفرج بالتصفيق. فيليب بوت أعداء كندي شارك في الألعاب الأولمبية في اليابان عام 1998. نشأ بوت أعداء في شرق أفريقيا ولم يشاهد الثلج حتى انتقل إلى فنلندا لتدريبه كمتزلج عبر البلاد. بدأ في ممارسة هذه الرياضة غير العادية قبل عامين فقط من أولمبياد ناغانو، وتنافس في أول دورة له في الألعاب الأولمبية كأول شتاء لكينيا. فيليب مثل زملائه تم تدريبهم في فنلندا برعاية نايك. بالنسبة إلى كينيا، لا يمكن أن يكون لها إلا متزلج واحد فقط في الألعاب الأولمبية، لذا تم اختيار الفتى في النهاية. لقد عبر خط النهاية في المركز الأخير متأخراً بأكثر من 20 دقيقة خلف الفائز بالمركز الأول في سباق الطراز الكلاسيكي بطول 10 كيلومترات، وهي نتيجة رائعة لرياضي بدأ التزلج قبل عامين فقط. ولكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن حفل توزيع الجوائز للفائزين في هذا السباق تم تأجيله لأن اللاعب النرويجي بيرون دالي وهو الفائز بالسباق انتظر حتى يصل بوت إلى خط النهاية حتى يعانقه، حتى إنه سمى ابنه ديلي بوت. انتهى نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA عام 2001 بانتصار بايرن ميونخ على نظيره فالنسيا الإسباني بركلات الترجيح، وكان أداء الفريق الألماني أفضل من خصمه واستعاد الكأس إلى أرض الوطن. كان حارس المرمى في ذلك الوقت أوليفر كان وهو أسطورة كرة القدم. وعلى الجانب الآخر من الملعب تم الدفاع عن هدف فالنسيا من قبل سانتياغو كانيزاريس الذي سحق ببساطة بعد الهزيمة. نزل حارس المرمى المسكين على الأرض وبكى بشكل فادح. لقد دمرته الهزيمة لأنه كان خطأ، ومن ثم كانت هذه واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في تاريخ كرة القدم، حيث اقترب أوليفر منه مواسيا إياه على الرغم من أنهما منذ بضع ثوان كانا متنافسين. لكن في وقت لاحق قال بأنه لم يتذكر ما قاله حارس مرمى بايرن ميونخ، فقد شعر بالضيق الشديد بسبب الهزيمة. اجتمعت كولومبيا والبرازيل في دور الثمانية لكأس العالم عام 2014. في النهاية فاز البرازيليون بهدفين مقابل هدف واحد. لم يتمكن المهاجم الوطني الكولومبي جيمس رودريغيز من كبح دموعه بعد الهزيمة، وقال إن الحكم ارتكب بعض الأخطاء على الرغم من أن الفريق البرازيلي كان جيدا بالطبع. لعلك تعرف أن لاعبي كرة القدم هم أشخاص عاطفيون للغاية ويظهرون ذلك على أرض الملعب، لكن هذا ليس ما يلفت انتباه الجميع. والحقيقة هي أن بكاء جيمس أثر في ديفيد لويس الذي كان سبباً في دموعه بسبب الهدف الذي أحرزه، لكنه قام بمواساته وبعد ذلك تبادل القمصان. لم يكن لويس وحده هو الذي أبدى دموعه له، حيث اقترب العديد من اللاعبين البرازيليين الآخرين منه بعد المباراة. بعض الناس يخترقون أرض الملعب إما للفت الانتباه أو للاقتراب من نجومهم، كذلك فعل ذلك الصبي المشجع البرازيلي من جنوب أفريقيا. تم الإمساك بالطفل على الفور تقريبا من قبل الحراس وكان على وشك أن يعاد خارج الملعب، لكن نيمار كانت لديه خطط أخرى. قام بدعوة المشجع الصغير لكرة القدم للانضمام إلى زملائه وقاموا جميعا برفعه في الهواء. يبدو أن الجميع كانوا سعداء بالصبي والحشد والمصور والحراس وحتى اللاعبين. قام نيمار بنشر صورته مع الصبي على انستغرام وكذلك فعل الجميع نفس الشيء. نجم المنتخب الأمريكي وقائد فريق كليفلاند كافاليرز أثناء الاستراحة في المباراة بين كليفلاند كافاليرز وأتلانتا هوكس قام بنشر الفرح على محيى المشجعين، حيث جلس ليبروم بجانب الصفوف الأمامية ووراءه بعض الأطفال وأخذ الهاتف من واحد منهم وأخذ بعض الصور الشخصية لهم. ذلك الصبي يدعى جورج وعمره 16 عاما ويعمل متطوعا. وصل إلى هناك بفضل نادي الألعاب الرياضية ولم يكن لديه أي فكرة عن مدى حظه،
كانت المهمة الرئيسية لجورج هي حمل صناديق المعدات الرياضية، لذلك كان مسرورا عندما رأى يوسين بولت بجانبه يستعد لسباق. خلع اللاعب الرياضي الشهير بدلته الرياضية ثم خلع قبعته، وعندما أخبره أنه يحب قبعته قام يوسين بإعطائها له، مما جعله في فرحة عارمة. هذا كل شيء لليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.